السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا الشكل دوت وعايز اخد فيه زي سيكشن، اجي هنا واكتب كليبنج بلان، تمام. اقول له مثلا عايز من خلال 3 نقط عن البلان بتاعي، ممكن تحدد مثلا نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، ده هيبقى البلان بتاعك. تقدر تعمل سيلكت عليه في اي وقت وتستخدم امر مثلا زي موف، تمام، عشان تحرك البلان بالشكل دوت. يبدأ يقطع في العناصر بتاعتك، هتقدر تشوف اللي جوه الشكل.